Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat siang ya. Kali ini saya mengunjungi pemakamannya Almarhum Bagis Maulana. Gini, ibunya yaitu Mbak Yanti sedang mengaji di pemakaman Almarhum Bintang Bagis Maulana ya. Ini juga ada Mbah Nang di sini ya, ikut apa ya menata ini kaping-kaping di sini ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين 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 قال القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل عزيز رحيم لتنذر قوما ما أنذرهم غافلون لقد حقلوا على أنفسهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي لغن فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وأنشأنا فهم لا يبصرون وسواء عليهم أظلمتم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما بصرهم لكما ذكر وجه الرحمن بغير فبشرهم بعذاب وجه كريم إنا نحن نحيي الموتى ونحيي وقدموا آخرهم وكل شيء نصرناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل المرسلون إذ أرسلنا إلى مرسلين فكذبوهما وعززنا بثلاثهما قالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا خطينا بكم لنا تأتون على جملة كل ما استنفذنا عذاب عليم قالوا بايركم معكم عيد ذكرتم الأرض وهم مشركون وجاء من أقصى المدينة رجل قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسلك ما جرى وهم مهتدون وما لي لا عبد الذي فطرني واليه ترجعون اتخذ من دونها ليتني الرحمن مثل ما تقول ان الشيخ وعدي شيء ولا يعودون اني اذ لك ظالم مبين اني امر بجرب واسمعني ولدخل الجنه قال لا تقم يعلمون ما غفر للمجرم ربي وجعلني من المغرمين وما انزل على قوم بعد من جن السماء وما كنا منزلين ان كانت الله سيادة واحدة فاذا مقام الدنيا سردا وعبد ما يدم راسه لا كان به سكون ألم يروا قم لنا من القرون أنا من لهم لا يرجعون وإن كل ما جمع عليه المهدرون وآيات الله معظم ما يتهينا وخجر منها هربا فمنه يدون وجعلنا فيها جنة من أخذ وعلى من جنة فيها من عيون يظلمون.